زي كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة عن الطفل العنيد. يمكن الأطفال هي بتختلف عن بعض، يعني الطباع، الشخصية، ردود الأفعال، عشان كده مش كل الأطفال بيكون طريقة التعامل معهم ينفع تكون واحدة. في طفل عنيد، في طفل ما بيحبش الأوامر المباشرة، هتلاقي عنده مشكلة مع دراسته، بيتهرب من المذاكرة بأي طريقة، لأنه على سبيل المثال لما تيجي تقول له ذاكر هو فكرة الأمر المباشر بتوتره أو ما بيبقاش قادر يتقبلها، أو يمكن هو بيشوف إن دي حد ممكن يكون بيتخطى حدود أو بيتعدى حدوده معاه. يعني كل شخص بياخدها، حتى لو طفل بالمناسبة بيبقى تقبله للأمور أو للأوامر أو حتى للمواقف مختلف يا شاذلي. يعني كله تأكيد، بس إزاي أتعدى حدودي مع ابني مثلا؟ ما هو ابني، يعني إحنا كلنا دايما نقول كده، ما هو ده أنا لازم أقوله، لازم أنصحه. لا، لازم يكون في حدود في أي شيء على فكرة، حتى بين الأب وابنه وبين الأم وبنت، لازم يكون في حدود. حاضر، هنشوف الموضوع طبعا مع الدكتور جمال دلوقتي. احنا ازاي نتعامل مع شخصيه الطفل العنيد في المذاكره في المدرسه؟ ده كل ده هنعرفه من الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي اللي منورنا. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الطفل العنيد هو عنيد في كل حاجه، كل مش هاكل، ذاكر مش هذاكر، قوم العب مش هلعب، امسك الموبايل مش همسك الموبايل، لمجرد ان هو خلاص بقى عنيد، هو شايف ان انت عايزه تلعب، عايزه ان هو يلعب فمش هيلعب عشان انت عايزه بس. حقيقي. انا هنشيل كل الكلام ده على جنب ونتكلم في المذاكره، ازاي اتعامل معاه؟ بص يا فندم، اولا لازم نتفق ان الطفل العنيد ده مش مرض، ده اسلوب بيلجا ليه طفل هو شايف ان ده الصح بتاعه. الرؤيه بتاعته دي جايه بقى احنا صنعناها من غير ما ناخد بالنا. احنا احيانا زي ما المقدمه كانت جمالة كانت بتتكلم، في ام على طول اوامر، هي مش عاطيه مساحه نفسها تقعد مع ابنها، ما تتكلمش معاه، ما بتسالوش انت كنت عملت ايه، حياتك ايه، عملت ايه في حياتك النهارده، مين ضايقك، مين لكن كله كل اشرب، نام، ذاكر، قوم استحمى، قوم اعمل كذا، قوم. دي اوامر في طفل ما بيتقبلهاش. هو ليه الحياه دي كلها اوامر؟ في طفل اول ما اقعد، شوف ابن عمك بقى احسن منك، ابن خالتك احسن منك، صاحبك احسن منك، مقارنات. انا اسف، ما انت يعني قللت من قيمه ذاتي. في طفل انت قاعد تتكلم معاه وانت دايما تشخط او بتزعق، او الاب والام قاعدين يزعقوا مع بعض الاثنين، او لو قاعد في بيت اسره حد صوته عالي، حد بيتلفظ بالفاظ غير مناسبه، حد بيتكلم بعنف، هو بيقلد. ما لازم نتفق، ده يخلق شخصيه عنيده ولا مهزوزه؟ لا، ما هو هنا في قلة ثقة، وبالتالي هو بياخد العناد كأسلوب يعوض بيه قلة الثقة اللي هو عايز بيها. وأحيانا أولياء الأمور أصلا يا دكتور هم نفسهم بيعاندوا مع أولادهم، يعني أحيانا ممكن يبقى الأمر ما فيهوش أي شيء مضر خالص، ولا في أي شيء لا يضر بمصلحة، لا يضر بمصلحة الطفل، ولا هيبقى فيه أي عبء على الأهالي، بس هو مجرد العند. يعني أنا قلت لك مش هتعمل كذا فهو أنت مش هتعمل كذا، مع إنه أحيانا ممكن تعمل استثناءات لطفلك لو الموضوع مش مضر، بالعكس يعني بيبقى فيه حتى تفاهم بين الاسره وبين الطفل، يبقى حاسس ان هو ليه، يعني زي ما بيقول كده سبيشال، او ان هو ليه استثناءات، او ان هو غالي عليهم، او احيانا الاهالي بتشد قوي وبينسوا الحتت البسيطه دي. بص يا استاذ الكل، احنا اولا انا قلت لك هي جزئيه وراثيه، انا شفت فبقلد، او ان ده جين. احيانا الام نفسها بتنزل لطفلها لنفس المستوى، صحيح، يعني بدل ما ترفع من مستواها هي بتنزل له. لازم تشرب، طب مش شارب، والله لم تشرب، والشبشب الطاير اشتغل، والشتيمه اشتغلت، والقرص اشتغل، طب ليه يا ستي؟ عشان يشرب، عشان يشرب، عشان ياكل. طب ما تخلي فيه شويه مرونه في التعامل، ما تخلي فيه اختياريه، اديله ثقه في نفسه، اديله الثقه في الذات ان هو يختار، وده حق ليه. يعني النهارده طفل مراهق خلاص دخل على مرحلة مراهقة، عايز استقلالية، مش عايز أخرج معاكم، مش عايز أروح معاكم عند تيتا، أنا عايز أروح أخرج مع أصحابي، أنا عايز أعمل كذا، بتديله ثقة في نفسه، حاضر، طالما لا يضر الطفل اديها له. النهارده تيجي الأم، لأ أنت لازم تاكل سندوتش كذا، يا ست أنا مش عايز آكل كذا، أنا عايز آكل، لأ، وقفاله على الأكلة دي. طب ليه العناد ده؟ طب ما أنت بتخليه عناد معاه، وهو هيصر وانت هتصري، بنلقى صوت عالي وضرب يشتغل بدون اي داعي. والطفل دايما لكل ام،
الضرب لو تم مرة بعد كده مش هيكون عقاب. هيكون في تلذذ من الطفل بيه. ناخد بالنا. الطفل دايما خايف من أول مرة يتضرب. أول مرة دي خليه خايف على طول بقى. خليه خايف على طول. هو دماغه هتوديه الضربة دي هتوديه لفين؟ هتعمل فيه إيه؟ ولكن جربها بقى مرة خلاص فما بقتش عقاب ما بقتش فرق عنده. ما حصلش حاجة، اضرب بعد كده براحتك بقى، اعمل اللي أنت عايزاه. هقول لبابا، هقول لبابا، طب قلت لبابا. ما أنت فقدت الاتصال معاه. صحيح. النهاردة في طفل بيجي من المدرسة عايز يحكي كل حاجة. ده حصل يا مامي 1 2 3 4 5. يفاجئ بابا جاي له بعد المغرب كده بعد ما يشرب كوباية الشاي وريح. أنت يا ولد عملت في المدرسة كذا ليه؟ تمام، مش هحكي لك تاني. انت خلاص بقى انت بتحكي اللي انا مفروض سر بيني وبينك، خصوصا البنات. طب مش حكايه لك تاني، ادور بقى على صاحبتي اخد اديها السر بتاعي. حاجات صغيره بس الاهل ما بياخدوش بالهم منها. طيب انا ابني بيرجع وكل مره اقول له ذاكر ما بيذاكرش. يا ابني قوم ذاكر عشان مستقبلك، يا ابني ما فيش وقت، مش راضي يذاكر، اعمل معاه ايه؟ بص يا فندم، عشان عنادي، مش راضي يذاكر عشان حاجه. تمام. احنا الاسلوب بتاعنا هو اللي بيوصله لكده. احنا اسلوبنا العناد، فاحنا بنعاند معاه. لا، ناخد الموضوع بهدوء، ما احطش دماغي بدماغ الطفل، اهدى. يا حبيبي في مذاكره، مفروض انا عشان امنع دي من الاول الروتين الحياتي. برجع من المدرسه اتشطف، هاكل، هريح ساعه، هبدا اذاكر، هعمل كده، خلاص ده روتين ماشي، سيستم الطفل هيتعود عليه. ولكن دايما المشاكل اللي بتيجي دي من عدم وجود روتين، ان الام قاعده بتلف في البيت ومذاكر. طب ما هو الروتين ده هنحط الروتين ده ازاي يا فندم؟ سيستم. الاول سيستم. انا فاهم، بس انا ازاي هجيب الطفل مثلا واقول له احنا هنعمل روتين؟ طب ما هو نفس الطريقه. انا اللي بطبق الروتين ده، مش انا، مش بيبقى صغير قوي اعتقد يا دكتور، يعني ما بيبقاش مدرك انه في روتين، يعني هو بيبقى مع مامته يتهيأ لك. بص يا فندم، ده سيستم. السيستم ده لو الطفل اتعود عليه تلاقيه ماشي فيه من غير ما ياخد باله ترس. هو الشاذ لي سؤاله ازاي اعوده عليه؟ ان انا ابدا بيه من اول الدراسه، يعني احنا النهارده الاسبوع الاول من الدراسه، الاسبوع الثاني. النهارده لما اعوده انت رجعت من المدرسه هتعمل كذا، واحد وهنعمل كذا، مش لفظيا. ده انا اطبقها. ما هو هيعند يا دكتور. ما يا فندم ثواني بس، هو هيعند امتى؟ لما بديله اختياريه للعناد. بمعنى؟ بمعنى ان انا النهارده بسيبك تلعب وبعدين جيت دلوقتي اقول لك لا تعالى ذاكر. ده مش مذاكر بقى، انا عايز العب. دخلنا في عناد. مش هم، لكن لو في سيستم شغال هو خلاص عارف ان الوقت ده بتاع المذاكره، ريح دماغي هذاكر فيه. هيجي يوم يعترض. يوم نسيبه يعترض. بس هو سيستم ماشي عادي. بس لو يوم اعترض اسيبه يعترض؟ ما هو ما انا ما انزلش ليه واحطه في عناد. انا احسبها برضو في دماغي، هل مستحقه انت المواجهه ولا لا؟ عشان انا لو خسرت مره هيتعود على كده. صح. لازم ما اخسرش. طيب فكره المكافئات برضه يا دكتور، يعني لو ذاكرت هجيب لك كذا، لو ذاكرت هعمل لك كذا. في ناس بتقول انه ده ما ينفعش، ان احنا رابطين مصلحته او رابطين اي شيء بفكره انه قدامها حاجه، حاجه قدام حاجه. وفي ناس بتشوف لا، انه مكافاه لطيفه، بنحمس الاطفال بنشجعهم. حضرتك شايف ايه؟ بص يا فندم، النهارده خلينا واقعيين بقى، احنا النهارده في 2023، الطفل عايز يمسك الموبايل، عايز يلعب بالموبايل. يبقى لو خلصنا المذاكره من حقك تلعب، تقعد على الموبايل فتره كذا. مفيش دي بمفيش دي. هي مكافأة وعقاب. لكن من العقاب ده لو الطفل عنادي الشديد بقى اللي محمد بيتكلم عليه، ما ينفعش. هنا مش هينفع دي. لازم عقاب بمنع مستمر. بمعنى ايه؟ أنا عندي عقاب حاجتين. في ناس تقول لك اضرب، وناس تقول لك امنع المصروف. وأنا بقول لك الاتنين لأ. الضرب زي ما قلت لك، لو اتضرب مره خلاص مش دافع. مناعه المصروف هيدور على مصدر للمال بطريقه اخرى، قد تكون غير مشروعه. ممكن يسرق من ورايا، ممكن يستلف من اصحابه، ممكن يسرق من اصحابه. انا اللي عملت كده، يبقى انا اللي صنعت دي وانا مش واخد بالي. ولكن هنا العقاب بيجي ازاي؟ ما يجيش العقاب من اول مره ولا تاني مره، عشان بس برضه نبقى لازم ندي نفسنا هدوء شويه في التعامل.
النهارده مش طفل اخطا مره تعالى وهعمل فيك وهسوي فيك، ايه ده كده يا عمي؟ ما لو كرر الخطا مرتين ثلاثه يبقى في عقاب، والعقاب مستمر. يعني ايه عقاب مستمر؟ انت مش هتعمل كذا لمده شهر، مده شهر لازم التزم الشهر، انا لازم التزم بقى بدي. لكن مش خلاص هو تغاضى يومين ثلاثه طب خلاص بقى نسامحه هيرجع يكرر. صحيح يا دكتور، بتحصل وانا شفت يعني شفت الحاله دي. بيكونوا بس يعني مش اطفال، نقول قربوا على سن المراهقه، سن المراهقه اكتر صعب، صعبين قوي. لا هو بجد هو لا مش فارق لي، شوفي انت يعني الاب او الام، شوف انتوا ايه نوع العقاب اللي حابين تعاقبوني بيه براحتكم، وما عنديش مش هخرج مش هخرج، مش هشوف صحابي مش هشوف صحابي، مفيش مصروف مفيش مصروف، مفيش حاجه ده فرق. ليه؟ مفيش تواصل معاهم. ما احنا دايما كل المشاكل دي بتيجي منين؟ انتوا ما سالتونيش هو ليه الطفل بيبقى عنادي؟ احنا دخلنا على طول على طفل عنادي، طب ايه مين اللي خلق الطفل العنادي دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا كلنا، ولكن مين اللي عمل العند؟ احنا. يعني ملوش علاقه بالوراثه خالص. حتى لو قلنا في جينات وراثيه موجوده بيكون في يعني، بس احنا بندعمها. بعض الامهات تقول لابنها ايه؟ انت عنادي زي ابوك. احنا بندعمها. ما احنا بص يا فندم اي حاجه فيها وراثه احنا بندعمها او بنقلل منها. النهارده لما تيجي الام تقعد تزعق للولد على طول، لما تيجي الام والاب ما فيش تواصل مع الولد، الطفل بيتعرف على ابوه بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور ابتدى يعرف وشك، ابتدى يتعلق بيك، فانت المثل الاعلى، القدوه، الامان. الام هي الحضن والعاطفه، لما بيفتقد ده او ده او يفتقد التواصل معهم عنده حرمان عاطفي، فبالتالي حده المشاعر مش موجوده، ابتدى يقول لك ايه؟ براحتك. طب انت مش عندي تيتا بناقص، انت مش واخد الموبايل يعني، مش عايزه. كان في فيديو كده برضو مناسبه كلام حضرتك، لسه كنت يعني شايفاه من قريب، انه جايبين الامهات والاطفال والامهات كمان اللي عندها مربيات او حتى مدرسين الاطفال دول في المدرسه، فبيسالوا السؤال للطفل وللام والمربيه او للمدرسه، اجابات المدرسه واجابات المربيات هي اللي صح عن الطفل مش اجابات الامهات. للاسف مفيش تواصل خالص نهائي، فدي طبعا نقطه مهمه جدا، دي كارثه. ده بيجي لاطفال يعني في من مصر وفي من بعض الدول، المشكله كلها هو جاي لك بمرض نفسي والام شايفينها مشكله كبيره جدا، ولف وراح انجلترا ورحنا مش عارف امريكا وعملنا سوينا ورحنا يا فندم مشكله والله في التواصل. فين الام؟ فين الاب؟ انتوا بتصرفوا تدفعوا فلوس كويس قوي وصارفين كتير قوي وجايبين كل حاجه، بس الولد مش حاسس بابوه، ودي مصيبه يعني دائما، ودي اهم من الفلوس بكتير يا يعني فندم. العاطفه بصي انت في عندك هرم اسمه هرم احتياجات الانسان، هرم مصله لاحتياجات، المأكل، المشرب، الملبس، المنام، ثم العاطفه. لو العاطفه مش موجوده كل الهرم ده وقع. احنا دايما بننسى حته العاطفه، ان بنعتبرها ايه؟ كماليات. يعني طفل محتاج ان حد يطبطب عليه، يا سيدي ما انا بجيب له ساعه وبجيب له ما انا بشتغل موبايل كل ده عشان اعمل مش عارف ايه، وجايب له مربيه بديها حاج مش عارف، يا سيدي والله كل ده كويس، بس فين ايه شعوره بيك انت؟ فين وجودك في حياته؟ بيدور على دي بره. طيب كلمه انت عنيد كارثيه. يعني انا لما ابقى عارف ان ابني عنيد كل شويه اقول له انت عنيد انت عنيد، ده ليه تاثير عليه؟ طبعا تاثير سلبي، يزود العند ولا يخلق نوع من العصبيه كمان في الرد؟ لا بص يا فندم، هو هيكون العناديه عنده هتبقى اسلوب. انا اكتسبت اسلوب وبالتالي باخد بيه مكاسب، انا حطيت فيه عندك انت عنيدي ودماغك ناشفه ومش هتتكسر، خلاص يا سيدي اتفلق بيها، الولد هيتعود عليها. طب انا بقى اعاني زي ما جمانه قالت، المراهق ده صعب جدا. طب في حل للتعامل معايا يا دكتور؟ المراهق ده من الاول، بصي دائما اقول لهم يا اخوانا المكسب بتاع الطفل من الاول، انت لما بتجيلي العياده يبقى اذا في مشكله، المشكله انت مش متواصل مع ابنك، اقعد اقول له اطلع معاه اتكلم معاه مره اتنين تلاته 10 مرات بره البيت، لازم بره البيت ما ينفعش جوه البيت، حاول تقرب منه بالعاطفه، الشعب المصري شعب عاطفي ما يجيش الا بالعاطفه، ما يجيش
بالشد ولا بالعنف، اتكلم مع بعاطفه حلوه، تعالى بص يا حبيبي انا ظروفي كذا، انا حصل معايا كذا. الطفل هيتقبل دي، هيسمع لك، بس مش اول مره ولا تاني مره ولا سابع مره، على الاقل 10 مرات بره احنا لوحدنا كاب وابنه وام وابنها او بنتها. كل 10 مرات الاب و10 مرات الام هيبدا الطفل يقرب شويه. ده طبعا عشان احنا ما عملناش ده في الاول. اذا هو سلوك اب وام، سلوك الاسره هو اللي بيؤثر على الاطفال لحد ما يكبروا، بيخلي بقى في طفل عنيد، بقى شاب عنيد، بقى راجل كبير عنيد. كل ده بسبب التربيه في البدايه، وده دور الاب والام. بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شرفتنا ونورتنا.